اهلا بيكم وحلقه جديده من بصراحه. الحقيقه معانا النهارده نجمين مفضلين جدا بالنسبه لي، وهم اصدقائي كمان، والحقيقه وجودهم في حلقه واحده الحقيقه هيبقى حاجه مهمه صعبه جدا بالنسبه لي. معانا الحقيقه انا مش عارفه اقول عليه ايه، مش عارفه اقول نجم كوميدي ولا نجم درامي ولا نجم ايه، ولكن هو نجم كل الناس حبيته وكل الناس ما بتختلفش عليه ابدا، وهو الفنان الجميل محمد لطفي. العكس صحيح، معانا ضيف تاني وفنان اختلف عليه ناس كتير واثار كثير من الجدل، وناس كتير قوي انتقدته لانه اختار الطريق اللي مش كل الناس بترضى عنه، ولكن في حقيقه بتقول ان هو نجم، وهو الفنان سعد الصغير. زي ما قلت، يمكن استعمال الرقص كتير في اغانيك خلى ناس تقلق منك، يعني بتحبك بس ما تحبكش، يعني تحبك بس تقولك ما عملش اللي هو بيعمله او ما قدمش الفن اللي هو بيقدمه، مع انك نجحت وبقيت بطل سينما، لكن في ناس كتير قوي فنانين يقولوا لا ما نقدرش نعمل اللي انت بتعمله. ده اللي بيقول كده ده بيحقد عليا بس، لكن كل مصر بتحبني. اللي بيقول كده بيحقد، لو مطرب او ممثل، لو مطرب بقى بيحقد على صوتي، لو ممثل بيحقد على تمثيلي او ادائي او فني. طب وليه ما تحترمش وجهة نظره ان هو شايف ان انت بتقدم نوع من الافلام مش اي حد يقدر يقدمه؟ ما هو مش ناقد او مش حد انا بحبه عشان اتقبل منه. انا شفتك في لقاء بتقول انا اقرب الى المونولوجيست. انا مونولوجيست. فهو شفتي مش شكوكو كان بيعمل ايه زمان بالظبط، العصر اتطور بقى ومبقاش في الجلابيه، يعني انت ترضى نضاره بصي لذيذه ازاي، انت ترضى ان مثلا الحاج احمد السبكي يجيبك وتعمل فيلم ويجيب لك مثلا فنانه راقصه ويبقى كل الفيلم عباره عن افيهات كده، اي حاجه ورقصتين وكلمتين واغنيتين وخلاص؟ ده انا قبلت قبلت بالفعل وعملت فيلمين، فيلم هما ايه؟ ولاد البلد، وبقى قابلني، وكانت افلام حلوه قوي وعشت مع الناس. يعني بتقارنهم بفيلم الفرح، بتقارنهم بتايه في امريكا، او كباريه، انا اسفه، بصي تايه في امريكا، بتقارنهم بالافلام دي؟ لا، كل امريكا شيكابيكا، في جمهور، انت عامل افلام جامده جدا، زي ماشي تقول بس كده. في جمهور ليه اذواق مختلفه، يعني الناس انت مش مهم الجمهور، انت الفن اللي بتقدمه ايه، شكله ايه، ده اللي بياكل عيش. ده اللي بياكل عيش، يعني مش عارف انت قصدك يعني. طب بصي، ده اللي بياكل عيش والله. هو انا اشتغلت فيلمين مع الحاج احمد السبكي زي ما انت بتقولي، وافلام لايت كوميدي وفيها استعراض كتير. افلام المقاولات دلوقتي بيتقال عليها لايت كوميدي؟ مش مقاولات، لا حقيقة مش مقاولات، او يعني ايه مش عارفه اسميها ايه، الاكل العيش زي ما بيقول افلام السبكي. والله في مين في الفيلم يعني بقابلني ده عن الجريمه، وازاي لو عملت مجرم يبقى كويس، وممكن الظروف اللي بتخلي اي حد يعني. ما انا ممكن كويس ابقى قاعده كده على القهوه فاطلع فكره واروح جايبه رقاصه ومغني واغنيتين وهوبا. ما زمان كل الافلام كانت كده. فين؟ حرام عليك. فريد الاطرش ما كان معاه فريد الاطرش؟ عفريته هانم. فريد الاطرش بتقارن فريد الاطرش بالفنان سعد صغير؟ مع كل التقدير والاحترام، مش قصدي، كان في استعراضات كتير في الافلام. انت خليت فريد الاطرش وصباح افلامهم زي مش صباح، انا قلت صباح. ما هو فريد الاطرش كان بيشتغل يا مع صباح يعني، يا مع كان مين؟ يا مع ساميه جمال. ساميه جمال، وكان في ناس هي ساميه جمال زي دلوقتي الراقصات اللي بيطلعوا. مش قصدي، مش لازم زيها بالظبط يبقى دلوقتي، بس نفس النوعيه. هو الفن ده، وافلام شكوك وكل الافلام دي ما كان فيها استعراض كتير جدا. هو اللي أكتر بيتقدم دلوقتي ده استعراض؟ انت شايفه ايه؟ لا انت قول، رد انت عليا، شايفه استعراض؟ استعراض بس شعبي وبالشكل بقى الحديث، واختلفت الاذواق والمصطلحات اختلفت يعني انت راضي عن الفن ده؟ مش متضايق منه بس راضي؟ يعني لحد ما. لازم نرضى حضرتك، ده اكل عيش. احنا بيعملوا عشان فلوس يعني قصدك؟ لا، الغنى والحاجات دي اللي بتاكل بيعملوا عشان فلوس يعني لطفي؟ لا، الاكل العيش، ماليش دعوه بالفلوس، اكل العيش، احنا بناكل عيش حضرتك. يعني محمد لطفي بيعمل افلام دي عشان فلوس؟ لا طبعا، بعملها عشان الثلاجه عايزه جبن. ايوه يعني بتعملها عشان فلوس. لا بصي، لازم الواحد يشتغل كل الانواع وكل الافلام، ما فيش ممثل بيحدد لنفسه، لان في جهات منتجه هي اللي بتتحرك ناحيه الافلام دي، والافلام دي بتعمل ايرادات مش طبيعيه. في العيد ليها ذوق معين، جمهور،
يعني مش كل الناس انا بتتفق سالتك على حاجه. بره قلت لك محمد لطفي اشتغلت معاه، قلت لي اه قلت لي كده بالظبط، قلت لي بينحت. مش قصدي لكلمه والله النحت، هو ده المصطلح الحديث يعني، أوه. كانه بيشتغل، مش عيب كلمه بينحت، اسمها نحت يعني، نحت حضرتك مش النحت ده فن جميل، بينحت كتير اه، بتوع فنون جميله. لا يعني بيقول لي اصل محمد لطفي بينحت، يعني قصده ان هو جه عشان فلوس كده يعني. لا اللي كل الدفعه بتاع فنون جميله وحشين ولا ايه؟ بينحت كتير بس اللي لا انا والله بتكلم جد يعني، انت قلت لي كده، قلت لي هو بيعمل الادوار دي عشان ياخد فلوس وخلاص، ومش عيب حضرتك اه بينحت، مش عيب. عيب ان بني ادم ينحت عشان ياكل ولاده؟ مش عيب طبعا، بس الفنان بالاخص لازم يعني ينقي الحاجات اللي بيعملها. مفيش نقي ولا مش نقي، هي كلها نحت. كلها نحت، احنا بننحت كلنا. ليه واحد فنان زيك قديم وعمل حاجات كتير وعمل ادوار ما حدش يعرف يعملها، ويجي حد يسبقه يبقى نجم ويحقق ايرادات جامده جدا وهو مش ممثل اصلا؟ نيتي من هنا حلوه صافيه، هو نيته وحشه وربنا خلق لي نجم، هو نيته وحشه يعني؟ لا انا مش كلمه صافيه نيتي صافيه يعني، انا فضل ربنا سبحانه تحس ان انا من هنا ابيض، امي داعيه لي. انا كنت بحلم مامته داعيه عليها. لا مش قصدي ان اسف، ربنا ربنا يخليك. امال ايه سعد اللي انت بتقوله؟ انا نمت، انا ربنا خليني نجم كده، انا ربنا خليني. لا يعني بتوردي ليه بتوردي؟ ربنا خليني. يعني انت سبقت محمد لطفي عشان امك داعيه لك؟ لا عشان نيتي كويسه من جوه. هو نيته وحشه يعني؟ لا مش قصدي يا فندم، انا بتكلم عن نفسي، حضرتك ماليش دعوه. انا نيتي كويسه. بص ده وقت. لا بصي، انت ما تزعلش لما كنت تروح تشتغل في فيلم لسعد الصغير وتبقى دورك اقل. ما كنتش اشتغلت في فيلم على فكره، اسالي سعد. احنا اول مره، اول فيلم كان هيعمله في حياته كان معايا، كان اسمه محمد لطفي، وانا بشكره طبعا. أول طب لما الايه تتقلب كده، لما الايه تتقلب كده ما يحصلش نوع من وبعد كده الحزن. حصل ان هو عمل فيلم مع يعني السبكي. مع احمد السبكي كان اول واحد فعلا، اسمه محمد، قال لي تعالى مثل، وكنت بروح له المعادي كان يقعد يعلمني. ما بتزعلش بجد؟ بيجيب جبنه رومي. اه والله جبنه رومي. اه ايوه مش حاجه تزعلك بجد ان انت تجيبه يشتغل معاك وعين فجاه بقدره قادر تبقى انت اللي بتشتغل معاه؟ هو حظه كويس يعني، هو حظه كويس يعني الحظ والموهبه، خلي بالك حضرتك، وموهوب ان هو يبقى جداً. مطرب شاطر قوي صغير ممثل كويس، بيمثل كويس احسن منك يعني. مش ليه كده؟ ليه بسألك احسن منك؟ ليه السؤال الغريب ده؟ سعد الصغير بيمثل احسن منك يا محمد يا لطفي؟ اكيد بجد؟ اه طبعا، والا ما كانش بقى نجم كبير كده وعنده ده ده افلام. ده سوري تطبيل يعني ولا انت بتقول كلام زي ما انت تشوفيه؟ هو بيمثل كويس ده عشان انت بتشتغل معاه في فيلم، عشان بنشتغل مع بعض من زمان يعني. لا اشتغلنا مع انت بعض. انت بتقول الراي ده عشان انت بتشتغل معاه في فيلم مش عايز تخسره، معقوله ده رايك؟ لا مش كده، بس ما تقول لها انت حاجه سعد. انت بغني غير انت محرج، بغني حلو. انت محرج، بسالك انت، انا ماليش دعوه. بيمثل احسن منك؟ هقول لك، ما حدش يقدر يقول كده، ما فيش حد. انا ما يعني ما اقدرش احدد ده، اصلك قلت اه دلوقتي الوسط يزعل منك يعني. يزعلوا ليه؟ عشان رايك ده مش حقيقي. انت شايف ان انا حضرتك؟ طب هو لو انا احسن منه مثلا ممثل، هقول ان انا احسن منه؟ ينفع؟ يبقى شكلها مش على الاقل خبرتك اكتر منه، ممكن تاريخك اطول منه، تعبت اكتر منه. اوكي دي كلها حاجات حوافز كويسه. احنا في حريه خلاص بعد الثوره، محدش يفتح بقه في كلمه. قلت لك ايه؟ قال ايه؟ قال لك بعد الثوره اي حد بيقول اي حاجه، ده فعلا كل واحد يقول هو عايزه، يقول رايه بصراحه، وهو كويس. اه رايه ان انت الحمد لله اتعرفت بسبب فيلم سعد الصغير. ايه ايه؟ اقول لهم على موضوع البوكس ساعه ما كنت شارب. شابش كان بيلعب بطوله بره، وحط له في الميه خمره من غير ما يعرف. عادي يا موقف ده، عادي يعني. وشربها بقى الاستاذ، ما كانش ميه ده، خدت قهوه بالنبيت. كان علقه، عايز افوق قبل مات. كنت بلعب مات فوز. بالضرب. لا بالعكس، ده انا ضربت وكسبت كمان، بس كنت هتشتب من الاتحاد. لا انا فاكر، ايوه المدرب كان هو اللي بيحكي لنا، حتى المدرب خلاك سوري ترجع عشان تعرف تكمل، صح؟
لا ما انت لو فتحتيني هقول لك بلاوي، بس هو يقول لي افتح. ما هو على فكره هو ممكن يقول عليك بلاوي برضه. لا خليه يقول، خليه هو يتكلم احسن. اتجوز واحده 24 ساعه بس، يعني احنا رحنا انا وهو اتجوزها اخر الرحله طلقها. فاكر انت دي؟ ده مجنون اتكلم ولا ايه؟ خرب رأسي. بقول لك ايه؟ اتكلم طيب عشان اوعى تضربني. ده انا مش هلحق. اتجوز مين؟ واحدة في لبنان 24 ساعة. ليه؟ وعيب يا نجم وبتاع. مش هلحق اعرف اسم، مش هفتكر اسمها. قمر 24 ساعة. قمر. وليه 24 ساعة بس؟ كنا رايحين هو ما بيعملش حاجة حرام أبدا في حياته. المهم رحنا برنامج، فهي كانت قاعدة سوري مع الجمهور كده. قال ولا شايف المزة اللي هناك دي؟ قلت له اللي عمالة تبص لي. قلت لها ببص لي أنا. من هنا شمال يمين. ببص لقيت إيه؟ قال لي طب بص عايز تعرف إن أنا راح جايبها. راحت واخد التليفون وبتاع. قال لي بقول لك ايه، بعد ما خلصنا البرنامج لقيته واقف على جنب كده. قال لي بقول لك ايه، البنت جايه لنا على الفندق. قلت له مين يا ابن اللعيبه؟ قال لي والله جت اتريها يا بنت يعني. فقلت انا معجبه بيك وبحبك. بقول لك ايه، اقول لك ايه، هي بتحب بتحب العضلات بتاع كمان من هنا لهنا بتاع. اتجوزها فين؟ هقول لك اهو دلوقتي الحكايه. جوزتها في الاسانسير. هلا بتلاقي تطلع عايش. رحنا جايبين، رحنا جايبين طلقتها في الدور الثالث. انا مش عارف بقى لوحده اكنه حبابه. سعد احنا ما سافرناش لبنان مع بعض. بقول لك ايه، ده اللي يكفي بقى. بقول لك ايه، اسمع بقول لك عليه والله. يعني الوحيد اللي احنا انت مش لازم تسافرناش مع بعض لبنان. بقول لك ايه، والله ما سافرنا مع بعض لبنان خالص. يعني ما جبناش محامي وكتبنا ورقتين يا نجم. ورقتين هو لبنان فيها ورقتين. ورقتين مش محتاج تكتب يا سعد. مش هدبس نفسي بوثائق يعني. انا بقى انا لا، ما هو قال ان انت بتعمل. انا ما رضيتش يا استاذ، انا ما رضيتش اقول كده عشان يعني شكلك. هو جواز ال 24 ساعه ده مش حرام؟ ده يعني لا دلوقتي انا بتكلم بجد بجد. عمل كده لا يا شيخ. 12 الظهر، احنا 12 الظهر واحنا ماشيين. قال لها معلش مش هينفع. طب انت عارفاني من زمان يا وبعدين بقول لك ايه، انا اخلاقي ممكن اعمل كده؟ حسيت انه عارفها بيحبها مثلا بقاله 50 سنه. سعد ايه رايك فيه؟ انا بحبها. قلت له لسه عارفها دلوقتي. قال لي بحبها. وقعدت اقول له انا بحبك من زمان وافلام واحمد زكي. وقعدوا الاثنين يكذبوا على بعض. قعدوا يكذبوا على بعض وفي الاخر جبنا واحد كده. سعد بصراحه شديده، بصراحه شديده. البس النضاره دي احسن. لا لا بصراحه شديده. انت بتغير من محمد لطفي؟ على يعني غير سوري على ايه يعني؟ يعني انا ملاحظه ان انت من ساعه ما قعدت ردودك كلها في محاوله كده لتشويه. شفتي قال لك ايه على ايه؟ ايه؟ ركزي وانت عديتيها كده وخلاص. وعديت انت الموقف خلاص. بصيلي قال لك على ايه يعني؟ وانت كملتي شويه عضلات. والله شويه عضلات والامانيوم اللي بيعمل. مش عايزه اوقع بينكم. لا مش عايزه، عايزه اكمل الحلقه. مش عايزه يحصل خلاف يعني. اتفضلي. يعني مش عايزه يحصل قفش فبعدي. هعمل ايه؟ حوانتين والله العظيم. اقول مره اتجوزت في ربع ساعه. الحكايه الجايه بقى في اشاره. لا لا والله ليه ليه في محاوله. هات عقد من شنطه العربيه يلا تعالي. لا من ساعه ما قعدت والله العظيم بكلم جد. ليه في محاوله ان انت تشوه محمد لطفي؟ لا لا بالعكس ده استاذ. انا مش انا يعني واحد احنا بندعب الموضوع. بياخد خمره وهو بيعمل بوكس واتجوز واحده 24 ساعه وانت نجم اكتر منه وهو بينحت وبتجيبه عندك في افلامك واكل العيش وانت بتمثل احسن منه وتغير منه على ايه؟ غصب عن الواحد حتى لو ناجح ممكن يكون عشان هو جسمه احسن مثلا او عنده قبول. حونتين حضرتك. لا بجد بجد. بص حضرتك بجد بتكلم جد. انا عشان بحب محمد لطفي استاذي بكلمك بمنتهى الصراحه. بقى استاذك دلوقتي؟ ما هو استاذي طبعا. اللي انا بحكي اللي بحكيه لك ده. طيب ازاي سعد؟ هو فرق السن. خايف تتضرب بره. لا لا والله فرق السن بس اكتر. انا بحبه. فرق السن؟ فرق السن. ليه انت عندك كام سنه؟ اكيد انا يعني واحد اللي جايب عندي 30 سنه ان شاء الله. واحد جاي. ايه يبقى عنده 30 ممكن. وانت عندك كام سنه؟ لا اكتر من كده بكتير. كام يعني؟ انت عارفه؟ لا مش عارفه. انا اقول لك شامبونتي وعارفه. واحد واحد يبقى 51 سنه اللي جاي ان شاء الله. واحد واحد لو انا مواليد واحد يعني واحد اصل انا ما اعرفش في التوالي يعني. واحد واحد اللي جاي يبقى 51 سنه. قصدي السنه الجايه. قصدي محمد لطفي اكبر منك ب 21 سنه بالظبط. 21 سنة؟ ده بيمثل من ايام استاذ محمد فؤاد ما كان عامل شعره كيرلي كده كيرلي. ده قديم قوي استاذ محمد. ده قديم قوي بجد. عندك كام سنة بجد يا محمد؟ انت شايفة ايه؟ لا انا عارفة ان انت مثلا 42 حاجة كده. لا اكتر من 42. 43؟ 44؟
45. ما كدبتش، هو داخل على 50. امال حضرتك بتكدبيني ليه؟ بقول لك اخويا وانا عارف انت عارفه لو تطفي الكاميرات. سعد صغير عنده 30 سنه؟ لا واحد، لا 29. لا اللي جاي تغدى 29. 27 ولا كام؟ لا لا واحد، لا اللي جاي ده 1 1 افتكر بس يا سعد. يا نهار اسود، ده انت شبرك كلها هتعلقك النهارده. انا مش هعمل حاجه، انا هسيب ايديا كده. اخطر واحد بحبه، قولي لي احكي له على بلاويه وانا احكي لك. بس هو ما ضربنيش. بس انا مستغربه جدا سعد صغير. إيه؟ تعالوا نروح لفاصل ونرجع عشان نسمع بلاويه. ايه يا عم؟ كان علقه انا وهو في امبابه. يا نهار ازرق. بص انا كنت، بص اخد القفه كده اكتك علقه. ايه ده انت بتتضرب؟ بقول لك ايه ده؟ لا انت بتتضرب. بقول لك ايه؟ كانوا بيشقطوه كده. بص الشقط كده. الله الله الله، امال عامل فيها بس عضلات خناقه بقى. بصي انا 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 كذاب يعني في طبعي في الخناقات كذاب. هو كذاب. المهم خناقه كبيره في كذاب اللي هو تعلي صوتك وبتاع فيه وتجري. ايوه كذاب. المهم ايه الخناقه؟ واحد صاحبي كلمه قلنا بقى عشان نجم انا بتضرب ومش عارف. قلت له بس كان ده قاعد مع عند صاحبي على القهوه مع. بقول لك ايه؟ قلت له بقول لك اختار اسم، اختار اسم. بقول لك ايه استاذ؟ قلت له نبا بونتي. بر احول بونتي عشان خاطر اروح نعمل ايه؟ لازم تالف القصه كويس يا بل. رحمة الغالي ورحمة الغالي ما ده حصل. حاطين قدامهم. طب احلف انه ما حصل. شوالين بانجو وفرشة تشبيع الطاعوني. طب احلف. لا والله. طب يعني ما تتضرب؟ كلنا بتتضرب. ما حصلش حاجة من دي خالص. لو قال وبصي في الاخر احلفه بالمصحف. راح لما كلمت رحت قلت له محمد ايه هنروح خناقه كده بس ايه نعمل اي منظر كده بتاع. المهم رحنا خناقه. استاذ محمد بص ايوه انا عمري قلت لك يا محمد، انا عمري قلت لك يا محمد، عمري في حياتي ما اقدر اقول لك يا محمد. على طول بقول له محمد. رحنا الخناقه. راح قال لي خلاص طلعنا. قلت له استريحت انت عبيط يلا. ده انا جايب محمد لطفي انت عبيط يلا هنولع. فالناس قاعدين كده في الشارع وبتاع كلام من ده وخلاص واصطلحوا. رحت قلت لهم يعني ايه الواد يتضرب يالا ابن طو. راح قلت له قال لهم اصطلحوا. لا ما ينفعش الصلح. راح صاحبنا بقى احنا قاعدين احنا في حاره فعمل فيها فرن. عارف حاره زي بتاع استوديو مصر. بقول لك ايه؟ وراح صاحبنا بقى يا منطقه مش عارف ايه وعاد مش عارف ايه بتاع وده. لا 88 واحد جايين كده بيجري كده تلاقي حيطه ومش عايز اقول لك بقى محمد لطفي. طب ممكن ناجل خناقه اليوم الاربعاء يا جماعه. بقول لك ايه بقى محمد لطفي يعمل كده وكده وروح واكل كرسي وجاري سنه عشان هو بيستحمل. وانا بقى ايه مسكون انا بقى راح فين يا راح فين يا متخيله ابدا. هنرجع من الفاصل ولا مش متخيله فاصل محمد؟ خلينا هنا يتضرب بصراحه. خلينا هنا لا نروح فاصل ليه بالكراسي؟ خلينا لا هنا. اصل لطفي طول عمره عامل ان هو جسم 88 واحد يعمل ايه؟ بتاع وبيضرب 88 واحد كله. بقول لك ايه يعمل كده والكرسي تراك كده وكرسي. قلت داخل على 50 سنه. تمام. عجزت يا لطفي ولا ايه؟ نو يا نهار يا سعد اهدى بقى. خلاص مش هحكي حاجه. متخرفش. خلاص بقولك البلاوي بتاعتك. قال لك ما تخرفش. يعني ده تهديد من تحت الحزام. دي حقيقه وانت عارف. قال لك ما تخرفش. والله يا ريهام انت تستاهلي يعني اللي جرالك. ايه اللي جرالك؟ الحاجات اللي حكاها دي كلها مش حقيقيه. لا 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 حقيقه حضرتك. وسيبك من اي حكايه حضرتك. ما سافرناش مع بعض. اجيب لك شهود. محمد لطفي بره حضرتك بيشتم في الرئيس وبيشتم في السياسه ومش عاجبه حاجه في البلد ومش عاجب مصر. بيقول لك خلينا نقعد ونجيب مش عارف ايه. بره كلامه غير كده خالص. هنا بقى يجي والله سياسي بقى نجيب الاطراف واسبونسرز في كوتوبريس. فمش هينفع. يبقى انت حضرتك منافق. انت ما بتردش عليه ولا يعرف يرد حضرتك. انا صح عليك محسسني ان انت بتقول حاجه صح. لان انا لو حد بصراحه قاعد يعني انا كذاب حضرتك انت وبيشوه نفس بيشوه شكلي كده قدامك. اسمعيني بقى حضرتك يعني انا كذاب حضرتك. انت كل شويه عملت كده. هو انا كذاب؟ لا انا بقول سكوت. طب مش كذاب حضرتك انك صادق عشان صاحبك يعني انت هتطبلي له بعض ولا ايه؟ انت اعرفك كويس. انت تطبلي له يعني؟ لا طب امال ايه هتطبلي له؟ سعد ما تكلمهاش كده بعد اذنك. مالكش دعوه انت بعد اذنك. انا بكلمها ايه انت هتطبلي له؟ ده ليه مالكش دعوه؟ اه بتطبلي له كده في التطبيل في الحلقه كده. قولي انت بتطبلي له زي ايه؟ من فضلك ستوب يا استاذ امين. ده بره البرنامج بقى حضرتك الكلام دوت. ستوب لو سمحت. انت هتزعقلي؟ انا فاهم دماغك قوي. جاي تزعجنا؟ بصي والله العظيم والله العظيم على الطلاق بالثلاثه ما بخاف من حد.
عشان تبقى فاهمه ان انت كده ومحمد لطفي يقوم يضربني على الطلاق بالثلاثه، ما طلعوا من انت تاج الاعلامي برنامج عشان يقوم يضربك، وحياه ربنا ما طلعوا من انت تاج الاعلامي انت مش عارف ايه وبتاع مش عشان يقوم يمد ايده عليا. اقسم بالله ما خرجوا من مدينه من هنا وهو عارف بالتليفون صغير كده بس، يعني بص انا هعمل كده بس، يعني انا هضرب اصحابي يا سعد ولا انت بصي انا عارف مع بصي ومشغل التليفون، فلو انت عايزه تقلبيها تقرب نقلبها دلوقتي، ولا انت ولا هو كمان تطلع من التاج الاعلامي. لا يا حبيبي خليك معاه، هو ما بيردش عليك والله العظيم، ولا انت ولا انت ولا هو انت لا هو ساكت لك، هو حر ولا هو انت ولا بيطبل لك عشان هو فيلم معاك. انت اللي تطبلي له يا ماما، انت اللي تطبلي له، انت معلش اللي تطبلي له يا ماما. بقول لك ايه بقول لك ايه، بس تلزم حدودك، هو ساكت انا لازم حدودي ساكت لك عشان بينك وبينه مصالح، لكن هتيجي عندي انا وتقف الف فاهم ولا لا؟ الف ايه يا ام؟ لا انا بقول لك، بقول لك يا ابلة ولا ايه؟ انا بقول لحضرتك، انا بقول لحضرتك ايوه يا محمد لطفي فاهمك يعني. لا لا استنى فهمها مع محمد لطفي عضلات ولا حاجه، على الطلاق بالثلاثه ما خرجهم هما الاثنين. ايه المجنون ده؟ ده فيسك يا ماما يا اختي، مش ده اللي انا عارفه يعني. اقعد معاه ازاي بعد ما يقول لي ما طلعكيش من المدينه بتليفون وانت قاعد ساكت له؟ لا لا انا عايزه برضه افهمها يعني. مش تقوم تضربه بس ينفع يقول لك كده ما طلعكش من المدينه بتليفون؟ وانا هقول له ايه تفتكر؟ انا اقول محتاج اقول حاجه انا؟ كرامتك يعني ايه محتاج تقول؟ هي كرامتي في ان سعد الصغير ما طلعنيش من المدينه. طب هو كلام يغيظ بصراحه، يعني مش عايزه اغلط في حد، لا هاتوه بس حد يجيبوه. طيب ابو سعد لو اي حد قال له تعالى هيجي هيرقص لنا دلوقتي وهتبقى ليله كويسه، تعالى هغني كمان هات تعالى يا سعد. لا بس انا على فكره انت اتغيرت قوي يا كرامتك، بقيت كده. ايه كرامتك؟ لا بجد عشان الفيلم يعني بتعمله معايا ولا هتعمله معايا؟ فيلم معاي؟ ايه؟ امال ايه هو اي حد ازاي اصلا حد يكلمني كده قدامك وانت عادي يقف يزعق لي؟ هو اضربه يعني ولا حاجه؟ تفتكر يعني انا هضربه؟ يعني يكلمني عادي كده ويقول لي ما طلعكيش من المدينه بتاعه وانت تسكت له يعني؟ واروح انا اقول له لا مش هتطلعها. مش لا طب افرض قام يضربني يعني تسكت برضه؟ لا طبعا. لا طبعا. ما ينفعش يضربك ازاي؟ والله العظيم 33 في الحلقه. طب ما تقول ما تكلمي، لو كلمت كلمه اللي هو اتكلم هو كلمه حرين. انت يا سعد لا يا استاذ محمد لا خلاص لا 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 انا عايز اعرف انتوا حرين دي يعني ايه؟ يلا لا لا عايز اعرف انتوا حرين دي يعني خلاص بقى يلا بقى يا عم هواري مت يلا يا عم بقى. انت بتعمله ده يعني انتوا حرين؟ مش فاهم. تعالى لسه على فكره لسه ما ادلتش ادب لغايه دلوقتي، انا بفهمك اهو. تعالى معايا يا عزك. لا يا استاذ محمد بقول لك ايه، انت اوعى تكون فاهم انك بتتكلم. مفيش يا استاذ ولا بشرب ولا بعمل اي حاجه يا استاذ. النهارده انت بايظ خالص. لا مش بايظ يا استاذ ولا حاجه يا استاذ، ما انت مرضى عمال فوت لي يا استاذ محمد يعني. طب روح اقعد مكانك يا استاذ محمد، روح اقعد مكانك يا استاذ محمد. اوكي اهدى روح مكانك يا استاذ وشوف اساليه اسئله. قول لنا عملت ايه يا استاذ؟ اختم يا استاذ. قول لنا عملت ايه في غنى العنب؟ استاذ عشان اوريه مين الراجل فينا. يا استاذ يا استاذه ما دام عيب كده امي وامك هوريك مين الراجل فينا. مالكيش دعوه بامي، انا بفهمك ماشي عشان اقول لك انتوا حرين. يا نهار ازرع. لا الواد ده مش طبيعي النهارده. لا لا ما يقوليش لو هي اتكلمت او هو اتكلم وهم حرين. على فكره انت فسك. مين ده اصلا؟ انت فسك. مين ده اصلا؟ انا بقول لك انت فسك. والله العظيم انتوا اللي غلطانين ان انتوا طلعتوا. والله انت فسك. ها والله العظيم انتوا اللي غلطانين انكم خليتوا الناس دي وتسكتوا لهم وتسكتوا على تهزيئكم ليهم كده. انت اكتر منه ان انت قاعد ساكت على تهزيئك ليه كده؟ هيعمل ايه؟ والله العظيم ولا ده محترم ولا ده محترم. لا مش خاتمه حاجه. بالسلامه. واحد قاعد يهزق في واحد برضه فيسك والتاني ساكت له ويقول لك انت وانت رايحه فين بالعبايه دي دلوقتي؟ الوقت المتاخر. مش قلت لك 100 مره ما تطلعيش في البلكونه؟ تعالي هنا تعالي هنا يا رح يا اسماء يا ريهام. روح وراها روح وراها روح وراها عشان ايه انت اللي بتخرف ليه النهارده؟ انا ضارب يا عم مش عارف ضارب ولا حنبوزو في حد يضرب. فكر ان انت ممكن تعمل معايا حاجه فاهم، فعماله ايه عشان انت صاحبها. عامل لك ايه بس يا سعد؟ انت تستاهل حاجه. واقف هنا وانا خايف ولا عارف اضربني ولا هجيب الكرسي كان امن. تعيط ولا بتضحك ولا بتعمل يا ريهام؟ انت ريح نفسك من التمارين دي، روح اضرب دراعينك سيليكون وتعال وانت محدش يتكلم. جبتها؟
ايه انت كنت بتشم بالارض ولا ايه؟ انت حاطط صوتك استاذه اهو جابها السم اصحابها السم. يلا بقى اختي الله يكرمك. لا استاذ هي جايه بتنجمه على قفايا بس ده مين؟ انا اكلت الحلقه برضه. وبما انتجي بقى براحتك. تيت تيت. كويس يا سعد. وانا جبت ضغط كام يا جماعه؟ 1001. هيبقوا 1003 ان شاء الله. واحد مهايبر ضارب 2 طعميه و2 في شنكاح. يا لساتك يا بنيت ما تقطعش. طب يلا يلا يا شباب ايه يا استاذ تقول لسادتي انا لساتي وتنهي. زي ما سمعنا محمد لطفي طول الحلقه بيقول حاضر بعدين بعدين لما نشوف لما نخلص بعدين ولما نخلص وهنشوف وسيبيه وسيبيه يتكلم. كل دي كناية عن انه متضايق من سعد الصغير ولكن ما ينفعش قدام جمهوره ان هو يتكلم بطريقة غير لائقة او يعمل تصرف مش لائق. لكن سعد الصغير ما احترمش ده وما عملش ده عشان كان بيحاول ان هو يستفز محمد لطفي بس ما عارفش عشان ده مقلب في محمد. انا عارف. لا بس انا عارف سعد هو طيب. احنا نفهم سعد ايه قاعد بتهز كل حاجه. ده كان هنطلع بره وخمس دقايق هيربطني في عمود وعارفه كان يقول ايه نحن غرابه حاف حاف. انا عارفه اللي محمد لطفي عمله ده قدام جمهوره يبقى اللي بنعمله في بيوتنا واللي بنعمله في مكاتب الانتاج واللي بنعمله في الشارع ونلتزم الاحترام لبعض ونبقى واحد بجد مش قدام جمهورنا بس في بيوتنا كمان وفي الشارع وفي السكريبت الكبير اللي انت قلت عليه اللي هو بيكتب عند الله سبحانه وتعالى. يا رب نختلف ولكن من غير خلاف. اشوفكم بكره ومن غير خناق يا رهان من غير خناق.